مراد علمدار بتحكي معي أنا، بدك تدخل معي أنا بالمفاوضات. ومين سمح لك لتحكي معنا؟ ما في لزوم للحكي، هدول هني طلباتنا. انتو عندكن صلاحية تعطونا إياهم؟ أنا ما في عندي شي لأعطيك يا لا لزارة. شو جبتني لهون لأحكي مع هاد الكلب؟ مراد علمدار، بس لا تنسى وين انت. هون مو المزرعة تبعك. بعرف منيح وين انا، بس انت يلي ما بتعرف مين اللي واقف قدامك. معناتها فهمني مين بتكون.